ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سياسة الحكومة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الهمم ودمجهم مع المجتمع. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تم خلالها مناقشة طلب تقدم به عدد من النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع. رئيس مجلس الشيوخ وجه لجنة التضامن الاجتماعي في المجلس بالبدء فورا في مناقشة الملفات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعرقل حصولهم على حقوقهم، كما فتح الباب للنواب للتعليق. أولت الدولة المصرية للدولة للأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما كبيرا، وأصبحوا خلال ثمان السنوات الأخيرة على أجندة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والحكومة المصرية، حتى أن الرئيس أصدر قراره باعتبار عام 2018 عام ذوي الإعاقة وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تمكنهم من تلبية جميع متطلباتهم للتمتع بحياة كريمة ينال فيها القادرون باختلاف كافة حقوقهم. وقد وفر الدستور المصري العديد من الضمانات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة 81 من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذية. محتاجين من وزارة الشباب والرياضة أنها في مراكز الشباب والرياضة أن هي توفر مترجم دايما للغة الإشارة، وتحاول أن هي توفر أماكن لتدريب وتعليم لغة الإشارة، لأن دي بتيسر كتير جدا على السمع والبكم بالتحديد للتواصل والتعامل ومع مقدم الخدمة في كل حتة في مصر. وأوضحت الحكومة أن الرياضة المصرية ليست كرة قدم فحسب، مشيرة إلى السعي لتغيير طريقة التفكير للمجتمع فيما يتعلق بالرياضة لصالح المجتمع وليس لصالح الأفراد. ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في جلسة أخرى لاستكمال مناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.